أحسن الله إليكم سماحة الوالد. يقول السائل: هل للتوكل أركان أو شروط؟ التوكل هو الاعتماد على الله وتفويض الأمور إلى الله، ولا أعرف أن له أركان وشروط. ما هو اعتماد القلب على الله وتفويض الأمور إلى الله سبحانه وتعالى مع اتخاذ الأسباب النافعة. صلى الله عليكم سماحة الوالد. قد يكون أنه له شرط وهو أخذ بالأسباب، الأخذ بالأسباب، هنا هذا شرط للتوكل مع الأخذ بالأسباب النافعة. نعم.